تعود في وسط الملعب سكوت باركر، يا سلام على الانطلاقة وكرة خطيرة موجودة الآن للأمام، كرة جول 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 جول، هي من البداية شكلها جول. يتقدم أشلي يونغ ويهدي الزميل، يهدي الزميل دارين بنت، دارين بنت هدف ثاني لإنجلترا، وبالتالي الأسمران الأسمر الأول أشلي يونغ. الإنجليزي كان في مكانه، وبالتالي هدف ثاني لإنجلترا، العرضية مثالية، الكرة سهلة تماما بعد ذلك، وين روني بداها، وبالتالي أشلي يونغ نظرة ثاقبة حيث الزميل موجود، الزميل دارين بنت، وبالتالي لاعبي نادي أستون فيلا اللي تفاجأ